وطبعا رامي صبري كان لاعب ونجم سابق مع نادي انبي، ويعلم كل الصغيرة والكبيرة عن اداء ولاعبي ونجوم انبي. فكان في حوار من نوع خاص بين رامي صبري والحارس محمد سعيد شيكا، وركلة جزاء، الركلة اللي تعتبر رقم 59 في دوري نايل في هذا الموسم، والركلة الثالثة لإنبي في الموسم الحالي. سابها لعلي فوزي الكابتن القائد صاحب القميص رقم 2 واللي سجل في الدوري هذا الموسم هدف وحيد، والهدف كان في مرمى بلدية المحلة. علي فوزي الحارس محمد سعيد شيكا، وركلة جزاء للكبير البترولي نادي انبي. لسه علي فوزي التركيز العالي والحارس المبدع محمد سعيد شيكا، علي وشيكا فوزي، وحطها جميله قويه. جول 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 جول، الهدف الاول لانبي. تصوبه قويه مدويه بقدم الكابتينو علي فوزي، يحطها جميله جدا جدا، جت في القائم وتهز الشباك هزه عشان يتقدم الان نادي انبي على فريق فاركو بهدف اول من ركله جزاء. في الدقيقة 54 من عمر اللقاء، والهدف الثاني للكابتانو في دوري نايل في الموسم الحالي. حطها قوية وفي ارتفاع صعب وصعب جدا على شيكا، ولكن حظك حلو يا فوزي وحظك وحش يا شيكا، جت في القائم وتهز الشباك هزة عشان تعلن أخيرا عن تقدم انبي بالهدف الأول، هدف التقدم في المباراة. واحد الكبير البطولة انبي. دخلنا الان خلاص تقريبا على اخر دقيقتين متبقين خلاص على نهاية المباراة. قطعة خطيرة بتاع خطورة، هوبا التصويبة حلوة اتصدى، والهدف جول جوا جول جوا جول. التعادل التعادل لفاركو، الراسية من وليد علي على طول، فاركو يخطف هدف التعادل في الوقت القاتل من نهاية المباراة. تصويبة تصويبة غير عادية، تصويبة غير بلمسة، غير تصويبة جميلة بقدم نجم النجوم شكري نجيب، والصد على طول من عبد الرحمن سمير، والتألق للقائم ثم متابعة غير بلمسة غير للاعب موهوب اسمه يا سيدة وليد علي، يسجل هدف التعادل ويخطف النقطة الغالية اليوم من فريق انبي بكل تأكيد. بص التصوبة حلوة ازاي من شكري نجيب، والتألق للقائم ثم متابعة، واي متابعة وراسية، واي راسية من وليد علي عشان فرقه يا سادة يخطف هدف التعادل في الدقيقة كام؟ في الدقيقة 97 من نهاية المباراة. التعادل موجود والتلاحم موجود في قمة لقاءات اليوم.